السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم المصمم الفنان في درس جديد إن شاء الله، وهو كيفية عمل كارت شخصي. ونبتدي على بركة الله، هنقوم بفتح عمل جديد، ضغط على كنترول إن، مقاسات هتكون 8 سنتي ونص، تمام، 5، وريزوليشن يكون 300 بكسل انش. لازم الكلر مود يكون سي ام واي كي كلر، تمام. نضغط اوكي، نضغط حرف الدي عشان نخلي الالوان بتاعتنا اسمر وابيض، ونعبي العمل بتاعنا باللون الاسمر، تمام. بعدين نيجي عند علامة الدايرة دي، نخلي ده مثلا اللون دوت، تمام. تمام، قبلها لازم يكون الستوك هنا، الستوك بتاعنا نديله برضو لون غامق شوية عن اللون الأساسي اللي هو في نص الدايرة، تمام. سوري، كنترول زائد الت، هنقوم نلف شوية، تمام. فاتحين عمل لير جديد، نيجي برضو نتك على الدايرة، نيجي هنا نختار اللون ده، بس نختار بقى غامق شوية، تمام. نضغط على شيفت كده، تمام. نضغط هنا، احنا بنوصل بس معلومة بسيطة يا جماعة، مش اللي هو الكرت العالمي، هو ينفع للطباعة برضو مفيش أي مشاكل. نيجي على اللابتوب بتاعنا دوت، نخش هنا، تمام، كان باك جراوند اوكي، نضغط ديليت، وبعدين كنترول دي، تمام. نشيل العمل دوت، كنترول تي، نصغر شوية، بولت وشيفت، تمام. تمام، نبي على سبيل المثال على العموم، هو الدرس سهل إن شاء الله، مفيهوش أي مشكلة. يا ساتر يا رب، نيجي نكتب هنا مثلا الفنان، تمام. نخلي الكلر بتاعه من كده، نغير الخط بتاعه، كنترول تي، والت وشيفت، ممكن نغير اللون برضو تاني، نخليه أبيض أفضل، تمام. هنا مثلا
ميدينا يوتيوب. نصور تمام. الصغر برضو على 8 نرجع للفنان هنا. دبل كليك يسار نخش على دروب شادو تنسون. يمكن اوكي نعمل كنسل ده سوري. دي احنا نغير، نفضل نغير الالوان كلها. أوصل. خلي باللون ده مثلا تمام. نيجي تحت هنا كده نكتب بقى العنوان مثلا القاهرة. الجيزة على حسب بقى زي ما احنا عايزين. تمام يا جماعة، انتوا تغيروا الخط برضو وتظبطوا انتوا على حسب ذوقكم. انا بوصل معلومة بسيطة بس. ده التليفون مثلا على سبيل المثال يعني. تمام كده مفيش مشاكل بقى. تمام كده
أتمنى الدرس يكون سهل وبسيط إن شاء الله، وأنتوا أودعكم في تصاميمكم، ورب أكون عند حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام.